المسافر على الطريق والذي يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم أن يصلي الوتر قبل وقت العشاء. لا يؤجل الوتر، يؤجل الوتر، يعني هو جمع لكونه مسافر بين بين المغرب والعشاء. هل يجوز أن هو جمع تقديم، هل يجوز أن يقدم الوتر؟ لا يجوز له في مهر أن يقدم الوتر قبل العشاء، والله أعلم.